واحنا بيننا وبين الجزائر خوا خوا الحمد لله، ما بيناتناش العداوه، ولكن هاد الكلام زعما اللي تقال بين ديال الجزائريين هادو اشبال الجماهير. اش نقول لك، ما احنا ما كنستهدفوش الجزائريين كاملين بصفه عامه، كاينين فيهم الناس مزيانين وخوتنا الحمد لله وعايشين معانا نيت في المغرب ومرحبا بهم من طنجه للقويره. نقول للجمهور ديال بلوزداد وحنا كمغاربه، ما الرياضه اخلاق قبل ما تكون، احنا ماشي عنصريين باش نقولوا هذا الشيء اللي كيسيء للمغرب ديالنا، وحنا كنقول لهم مرحبا بكم عندنا، وكتعرفوا المغرب راه معروف بالجود والكرم، وحنا ضد هاد الافعال المشينه اللي غادي تكون تقريبا غير على اشباه الجمهور. يعني حنا كنعرفوا الجمهور كيكون هو كيبغي يشجع، الفرقه ديالو، وكنقولوا للجمهور ديال الجزائر ديال بلوزداد مرحبا بهم في المغرب، وحنا حبه والسلام والتعارف، وحنا راه كما كتعرفوا المغرب راه لا قلت لك راه مرحبا اللي جا. ما بالنسبه للكلمات النابيه اللي تقالت في حق اللعابه ديال الوداد من طرف الجمهور الجزائري، بالنسبه للجمهور الجزائري ماشي الجمهور الجزائري اللي هو الجمهور خاص مدفوع من الكبرانات، فهمتي؟ ما حنا ما الوداد ولا المغرب البلد ديال الكرم ديال الضيافه، حنا الحمد لله بلد استقبلهم احسن استقبال، ما نديروش بحالهم، وان شاء الله من التوفيق للوداد. كنطالب من الجمهور الرياضي ديال ولا الجمهور الودادي انه هو يحضر بكثافه ويشجع بروح رياضيه، كنقول بروح رياضيه، ما نكونوش ما نطيحوش في الفخ اللي طاح فيه الجمهور الجزائري اللي ربما تصرف شي تصرف لي هو غير رياضي ولا اخلاقي، ما احنا ما غاديش نكونوا بحالهم، نتمنوا ان الجمهور يحضر ويشجع الفريقين لا بالوزداد ولا الوداد، وفي الاخير كنقولوا فهذه ما هي الا لعبه كره القدم، واللي انتصر بصحته كي كنقولوا. احنا الجزائر راه خوتنا ومرحبا بهم عندنا، واخا هما تيقولوا داك الشيء راه كاينه شي حاجه وراهم، كاين شي واحد دافعهم باش يبدا يقولوا دوك الاكلام. إما حنا الجزائريين الحمد لله راه خوت، مرحبا بهم عندنا، إلا جاو عندنا نتلقى لهم بالتمر والحليب، مرحبا بهم. وحنا داك الشيء إلا كان شي واحد دافعهم يقولوا دوك الألفاظ راه حنا ماشي منهم، جزائريين خوت هنا ومرحبا بهم عندنا وغنكبروا بهم ومرحبا، إلا كان العسكر داك الشيء بيناتهم حنا راه ماشي سوقنا.